السلام عليكم طلاب الصف الأول، كيف حالكم اليوم؟ لقد اشتقت إليكم كثيرا. اليوم نتابع درس العلاقة بين الجمع والطرح الجزء الثاني. انظر أحبائي الطلبة إلى هذه المسألة. المسألة الأولى الأول، 6 + 7 تساوي، ما هو الناتج؟ كما تعلمون نضع العدد الأكبر في عقلي والعدد الأصغر على أصابع اليد. الآن أول المسألة يكون عندي جمع، إشارة جمع، بدي أجمع العدد الأكبر مع العدد الأصغر، وين العدد الأكبر؟ 7، أحسنتم، بضع 7 في عقلي، 6 على أصابع اليد، الآن بدي أكمل، 7، 8، 9، 10، 11، 12، 13، إذا الناتج هو 13، أحسنتم أحبائي الطلبة. الآن 13 ناقص العدد الأول، 13 ناقص العدد الثاني يعني أول. أنا الآن انتهيت من مسألة الجمع، بدي أنتقل إلى الطرح، بطرح العدد الأول وبطرح العدد الثاني حتى ما يزعل مني. الآن المسألة كما هي بالترتيب في الكتاب، بس أنت عليك تطلع الناتج، بس إحنا أول وضحنا لكم يا أول كيف إحنا بنحصل على الناتج، بعدين نطرح له العدد الأول والعدد الثاني. الآن 13 ناقص 6 ما هو الناتج؟ مباشرة 7. كيف عرفت يا أول؟ بعمل خط خفيف على 13، خط خفيف على 13، خط خفيف على 6 وخط خفيف على 6. إيش العدد اللي أنا ما كتبته؟ 7. إذا العدد اللي أنا ما كتبته 7، بدي أتأكد أنا من صحة حلي، بضع هون 7 حتى أتأكد أنا من صحة الحل. إذا أنا نسيت هاي الطريقة يا أول، بعمل هيك خط وبكمل. 6 كم بقي حتى تصبح 13؟ 6، يلا عدوا معي، 6، 7، 8، 9، 10، 11، 12، 13. الآن كم خط يا أول؟ 1، 2، 3، 4، 5، 6، 7، الناتج 7. الآن 13 ناقص 7، إيش العدد اللي أنا ما كتبته؟ اللي هو 6، بكتب هون 6. بدي أنا أتأكد من صحة الحل يا أول، بعمل هيك خط بكمل. 7 كم بقي لها حتى تصبح 13؟ 7، يلا كمل معي، 7 عدوا معي يا أول، 7، 8، 9، 10، 11، 12، 13. نعد الخطوط اللي حطيناهم الآن، 1، 2، 3، 4، 5، 6، إذا الناتج صحيح 6. مسألة ثانية، الآن 3 + 2 تساوي 3 على رجلي و2 على أصابع اليد، يلا ما هو العدد الذي يلي رقم 3؟ 3، 4، 5، الناتج 5، نضع 5. الآن يا أول الناتج اللي بيطلع معي هون، بدي أطرح من العدد الأول وبدي أطرح من العدد الثاني حتى ما يزعل مني. طيب 5 ناقص 3 ما هو الناتج؟ 2. تأكد أنا من صحة حلي، بحط خط خفيف على 5، خط خفيف على 5، خط خفيف على 3، خط خفيف على 3، إذا العدد اللي أنا ما كتبته 2. الآن بتأكد أنا من صحة حلي، 3 كم بقي حتى تصبح 5؟ 3، 4، 5، كم خط يوجد لدي؟ 2، وضع 2. الآن 5 ناقص 2 ما هو العدد الذي لم أكتبه؟ هو رقم 3. نتأكد أنا من صحة الحل يا أول، 2 كم بقي حتى تصبح 5؟ 2، 3، 4، 5، كم خط يوجد لدي؟ 1، 2، 3، إذا الناتج 3. سهلة جدا يا أول، بدها بس تركيز وفهم. عبارة هي أصلا عن حزيرة، يعني 5 ناقص 3 بتطلع هون، إيش العدد اللي أنا مش كاتبه؟ 2، بنزله بالمربع. 5 ناقص 2 بتطلع على المسألة الأولى، مسألة الجمع هي المسألة الأساسية اللي بتساعدني على الطرح، يعني الجمع فيه مفاتيح الطرح، الجمع فيه مفاتيح الطرح، يعني الأرقام نفسها ما بضيف أرقام جديدة، ما بطلع معي ناتج جديد. حتى تكون أنت متأكد ومتيقن من حلك لازم تطلع معاك النواتج، يعني الناتج الجمع من خلال هاي الأعداد، إما 3 أو 2 أو 5، إذا طلع غير هذا العدد معناته أنت حلك خاطئ.
واضح يا أول؟ برد أعيد، يعني 5 ناقص 3 لازم يطلع معك جواب إما 2 إما 3 حسب. 5 ناقص 2 لازم يطلع معك جواب المنظور. يعني الأعداد ثابتة ما بتتغير، بس مسألة الطرح بتتغير، الناتج عندك بتتغير من خلال إيش؟ جملة الجمع، سهلة جدا، واضح؟ يعني 5 زائد 2 الناتج عندك طلع إيش؟ 5. الناتج، ناتج الجمع الكبير، العدد الكبير بدي أطرح منه الرقم الأول، نفس العدد بدي أطرح منه الرقم الثاني، لازم عندي يطلع أول الأعداد الناتج من جملة الجمع، من جملة الجمع، يعني 5 ناقص 3 طلع عندي العدد 2 من جملة الجمع، 5 ناقص 2 طلع عندي العدد 3 من جملة الجمع، هون أيضاً يا أول جملة الجمع ثابتة، لازم يطلع عندي الناتج من جملة الجمع. 13 ناقص 6 طلع عندي جواب 7. 13 ناقص 7 طلع عندي جواب 6، يعني من جملة الجمع. فهمنا شو العلاقة؟ يعني الناتج بده يطلع معي من جملة الجمع، جملة الجمع أساسية. الناتج بده يطلع معي، ناتج الطرح بيطلع معي الجمع، أعداد الجمع اللي أنا جمعتها، واضح؟ ننتقل الآن إلى مسألة جديدة. كما تعلمون يا أول الدروس السابقة اللي هو الجمع. دائما المربع الاول اذا اعطاني المربع الاول ناقص عدد يساوي عدد، معناته هون بدي اجمع. دائما اذا اعطاني المربع الاول عنده اشاره للطرح، معناته انا بدي اجمع. فهم هاي القاعده، احفظ عن طريق. 9 يساوي 7، 9 يساوي 7، اخر عددين بدي انا ايش اعمل فيهم؟ اجمعهم يا اول، بدي اجمعهم. الان المربع ناقص 7 يساوي 9، بدي اعمل احط العدد الكبير وين يا اول؟ ابعد لي، والعدد الصغير على اصابع اليد. الان 9 زائد 7 يساوي رح يصير زائد، ليش؟ لانه انا عندي المربع الاول فاضي مفقود، انا بدي اطلع الناتج. كما تعلمون دائما بنطرح العدد الاكبر، العدد الاكبر من العدد الاصغر. الان 9 زائد 7 بضع العدد الأكبر عنده معي أول، يلا 9 بعد لي و7 إيدي، هاي 5 و2 هاي 7. الآن 9 ما هو العدد الذي يلي 9؟ 9 10 11 12 13 14 15 16، إذا العدد طلع معي إيش؟ 16. واضح يا أول؟ إذا لما يكون عندي مربع أول فراغ ناقص 7 يساوي 9 أو أي عددين، آخر عددين يكون عندي مربع وإشارة الناقص، معناته أنا بدي أجمع. لما يكون عندي مربع إشارة ناقص، معناته أنا بدي أجمع. الآن يا أول المسألة الثانية، عندي العدد المفقود بالوسط، العدد المفقود بالوسط 8 ناقص مربع يساوي 4. الآن إيش العدد المناسب لهذا المربع بعطيني الناتج 4؟ هون شيء أول بكمل على العدد، بكمل على العدد 4. 4 كم بقي لحتى تصبح 8؟ يلا يا أول عدوا معي 4 5 6 7 8، كم خط يوجد لدي؟ 1 2 3 4، أضع العدد 4. الآن 4 و 4 الناتج 8، واضح؟ لما يكون عندي أنا العدد بالوسط الأول لازم تكون أنت حافظ مكونات العدد، المكونات الضعف، العدد الضعف، يعني 4 و 4 8، 5 و 5 10. إذا أنت بتكون متمكن من حفظ مكونات الضعف، يا أول 2 و 2 4، 1 و 1 2، بتمكن من حل العدد المفقود. هون 8 ناقص إيش بعطيني 4؟ إذا أنت ناسي وحدتين ترجع هاي الطريقة، صعبة جدا. 4 كم بقي حتى تصبح 8؟ أتمنى أن ينال إعجابكم أعزائي الطلبة. الآن يا أول هاي الفكرة حلوة كثير، حلوة كثير، وإذا أنت مش متمكن من حفظ مكونات الضعف، العدد والضعف، معناته بتعمل هاي الطريقة. الآن ننتقل إلى تمارين الكتاب صفحة، بسم الله الرحمن الرحيم، صفحة 24، صفحة 24. انظري أول، اكتب جملتي طرح باستعمال الأعداد الثلاثة. الآن يا أول إحنا بدنا نكتب جمل الطرح.
كما تعلمون يا أول دائما إحنا بنطرح العدد الكبير من العدد الصغير، العدد الكبير من العدد الصغير. الآن انظروا إلى كيفية حل هذه المسألة. عندي يا أول 13، 4، 9، ما هو العدد الأكبر؟ 13، بضغط 13. ماشي أول؟ بدي أطرح دائما كون إحنا بدلنا من الكبير بلش بالكبير. 13 ناقص 9 ما هو الناتج؟ 4، أضع 4. الآن نفس العدد بدي أطرح منه العدد اللي أنا ما طرحته، هون أنا طرحت التسعة، الأربعة التسعة، بدي أرد أطرحها. بطرح من العدد الكبير، هكا العدد الكبير بطرح من العدد الصغير. 13 ناقص 4 ما هو الناتج؟ 9. واضح يا أول؟ واضح؟ مسألة أخرى في كتاب التمارين صفحة 24. عندي 8، 15، 7. الآن بعين عن العدد الأكبر، العدد الأكبر بدي أطرح منه العدد الأصغر. 15 يا أول ناقص 8 تساوي 7. الآن 15 طرحت منها 8، بدي أطرح منها كمان عدد اللي هو 7. 15 ناقص 7 تساوي 8. واضح يا أول؟ أتمنى أن ينال إعجابكم. أول مطلوب منكم قبل ذلك فهم العلاقة بين الجمع والطرح. حكينا العلاقة بين الجمع والطرح، جملة الجمع أساسية لإيجاد ناتج الطرح. واضح يا أول؟ ناتج الطرح بيطلع معانا أعداد من جملة الجمع. بالإضافة أول حفظ مكونات العدد الضعف، العدد وضعفه، يعني 5 و5 10. واضح يا أول؟ 2 و2 4، 1 و1 2، هكذا يا أول. واضح؟ حتى نجد العلاقة بين الجمع والطرح بيعتمد أول درسنا على الذكاء بالإضافة إلى فهمك للدروس السابقة. واضح؟ دائما يا أول بطرح العدد الكبير من العدد الصغير. في هذه الحالة لما يكون عندي عدد مفقود بالوسط بكمل على العدد 4 كم بقي حتى تصبح 8، بعمل الخطوط بهذا الشكل، بعد الخطوط بطلع عندي الناتج. في حال أنا نسيت مكونات الضعف للعدد 8 اللي هي 4 و4 ناتج 8. واضح يا أول؟ أتمنى أن ينال إعجابكم. إلى اللقاء.